حول المبادرة المتمثلة في الذهاب إلى سوريا لمعرفة أوضاع التونسيين هناك والمناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر والقوى الحكومية، عقد مجموعة من الصحفيين على غرار زهير الطيف وسفيان بن فرحات وزياد الهاني ندوة بمقر نقابة الصحفيين، قدموا فيها آخر التطورات بخصوص مساعي إعادة المعتقلين التونسيين في سوريا إلى بلدهم ووضع الجالية التونسية في هذا البلد. المبادرة بدأت من إعلامي من صحافي مشال سوريا يحب يعرف ليش التوانسة مورطين في العمل المسلح في هذه الأحداث التي تعيشها سوريا منذ سنتين، وأيضا لنعرف أنه الكاميرا، لأنه أنا مشيت مع مؤسسة إعلامية من خارج تونس إلى المناطق التي تسيطر عليها الجيش الحر، حبيت نعرف كيف تقع الأمور في المناطق الأخرى اللي هي في المناطق التي تسيطر عليها القوى الحكومية والجيش السوري. وقد أكدوا أن هذه المبادرة هي فخر لتونس، معتبرين أن الدول العربية الأخرى وبعض الدول الأوروبية اتصلت لدعم هذه المبادرة. هذه المبادرة جت ولهنا زملائي الإعلاميين موجودين وعندنا كل باش نربحوكم وقت في الفلوس اللي خذيناها من النظام السوري، والكل كل مؤسسة إعلامية تكفلت بمعناها بتذكرة الطائرة والإقامة، عملونا سعر باهي بالليرة السورية، اعتبرونا كتوانس كسوريين بالنسبة للإقامة. أنا نحيي المبادرة نتاع وزير الخارجية، اعتبر المبادرة إيجابية واعتبر المجتمع المدني يعني مكمل، ونعتبر هذه منعرج به. وفي إطار إيجاد حلول للتونسيين بسوريا، فقد تم اقتراح حل تسليمهم للحكومة التونسية مع ضمان أن يقع التزام من قبل هؤلاء بأن يقوموا برفع قضايا بمن شجعهم على السفر لسوريا. وقد أكدوا أن العائلات وأبنائهم مقتنعون بهذا الحل. يقع التزام من طرف هؤلاء بأن يقوموا بقضايا دولية ووطنية ضد كل من ساعدهم ومن حرضهم ومن مولهم ومن شجعهم على القيام على سفر والذهاب للجهاد في سوريا. ورغم كل هذه المساعي تبقى عائلات هؤلاء الشباب التونسي بسوريا متحسرة على أبنائها هناك وطالبة من السلطة بأن تتدخل. قاعدين نجروا توعدنا خديش، لكن فماش إرادة سياسية من الحكومة، فماش قرار، خاطر أصلا الحكومة مورطة في العملية هذه، هي وزراء مورطة فيها، هم بيدهم يشتنبوه الموضوع هذايا. لو واحد يحكي علينا المجلس السياسي قليل توا بركوا إن المجتمع المدني يحركوا الموضوع هذايا، زوير الطيف يعني والمجموعة مشكورين باش هما يتحركوا شوية، توا هي الدولة السورية تقول عيشوا هزوا ولادكم، ونحن يقول لك لا اللي حاب يروح يجي مشي يروح، كيفاش اللي تشعني بيه وش نلعبوا؟ هذه الناس الحبس غادي راه، هذه من الناس متهمة بالإرهاب، كيفاش سايبوهم يروحوا؟ كيك ما هما يتدخلوا. صارت التروسية تتدخل شوية تجيب لنا أولادنا، ولو حتى يتحاكموا هنا تجيب لنا أولادنا ما يصيرش. ورغم هذه المبادرات يبقى الطلب موجها إلى السلطة التونسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فأبناؤنا وإن أخطأوا يظلوا تونسيين.